المنظر من فوق تحفة قوي. ازاي ماما؟ طبعا هنا كانت عماله تقول له عادي، انا نطيت، هنط هنط خلاص يا ماما، يا ماما اهدي يا ماما، يا ماما يا ماما استني يا ماما، الناس يا ماما استني بس عشان مالوش بنت رميتها من فوق. بص ماما مقتنعه ان هي عماله تشيب وهي صغيره مش عارفه تنط ولا تعمل اي حاجه. يا جماعة بصوا الحلاوة والجمال. طب وهنا كان في لعب، مش عارفة رايحين فين. بصوا هنا المكان حلو اوي، بس البرج تحفة اوي اوي اوي. لسه هنتابع كل الخطوات دي. ايه وقت انا عجبت التلفزيون؟ لا لا مش تلفزيون، بس عندي ثلاث مسات لسه، في 50 في 75 في الكبيره دي 125. دي لو هتتباع الصوره كده خلاص، لو كان ممكن نعمل ليه الصغير. طبعا انا مش عارفه تفتح الكاميرا، بس عايزين نصور صوره قويه. قويه ماما زي لا الكاميرا مش عارفه كده تعطي، بس تعمل كاميرا ثانيه. انا فاهم طبعا، بتقول باي للكاميرا وبتضحك مش عارفه. لا 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 انا خد نقوله باي. امر شبه ما انا عارفه ماشي. وطبعا ده البرج، بصوا حلاوته وجماله بجد. بصوا بقى الناس كلها جايه تتفرج علينا واحنا رايحين نصور، مش فاهمه كاننا نعمل سيشن عريس وعروس. بس بقى بصوا المكان تحفه قوي قوي. وهنا طبعا بقى عايزه اقول لكم، رحت اشوف الاكسسوارات تحفه تحفه. ديت جبتها بس الاتنين اسود، جبتها انا وماما. طبعا الاسعار هناك حلوه برضو، يعني فرنج 50 جنيه ديت اللي انا جبتها تمام. والاكسسوارات هناك كلها تحفه بجد. قلت لها انا عايزه الاثنين، طبعا جيت ادلع عشان تعملهم لي هما الاثنين شبه بعض، يعني الاثنين اسود. بصوا كميه الاكسسوارات اللي تحفه، اللي فيها تحفه بجد. ماما طبعا قالت لي حلوه قوي وكانت عاجباها جدا. وطبعا هي كانت بتعملها لي هنا وقالت لي شوفي لو عايزه حاجه تاني. وطبعا انا كنت ببص الحاجات كلها عجباني، وطبعا كنت شايفه ان انا بخلص فلوسي، فلو كنت خدت كل حاجه كانت هشطب. ماما طبعا ما اعرفش راحت تشبط في ايه. هنا طبعا دخلنا جوه في المتحف، ايه دخلنا البرج، لقينا البرج من فوق. طبعا هنا قعدنا نهزر انا وماما. بصوا قعدت تقول لي لا ما اعرفش على ايه، فرحت طبعا قلت لها بصي كل البرج دوت، عارف شايفه احنا هنا اهو، احنا فوق. استنى مكنتش عارفه اجيب حواطي صباعي بالظبط، احنا فوق اهو يا ماما. قعدت تضحك بقى تقولي بطلع بيتي بتفشي الكلام ده، ده مجرد تمثال لي وكده وكده. بس بعدنا نضحك بقى ونهزر، وقعدت اقول لها جميل قوي يا ماما وحلو قوي ومش عارف ايه. وقعدنا كان يوم تحفه بجد تحفه قوي. ده المدخل بتاع البرج، وطبعا ده الاسانسير اللي في الوش ده. دخلنا ولفينا من ورا وفي ناس قاعده مستنيه طبعا. وده عمو قال لي انا خليتك تصوري عادي، استني بقى ما اخد التذكره. وكنا مدينا ضحك وهزار بقى، وخد التذكره وانا عماله اصوره. يا عم ماشي اوريك بقى ازاي تاخد التذكره مني كده بالسهل، ده انت لازم تتصور. لا بجد الناس تعاملهم ذوق جدا وحلو قوي الفيو. طبعا قطع الورقه، بصوا قطع واداني ورقه ما كنتش عارفه اصور عادي لانه كنت باخدها منه. طبعا دخلت قال لي اتفضلي يا فندم. طبعا دخلت، بصوا ده الاسانسير اصلا اللي بيطلعك للدور الفوق خالص. قعدت هنا طبعا، بصوا بصوت رميت ازاي، قعدت وماما طبعا بتقولي تعالى نطلع. قلت لها استني شويه وكده، وهنا قلت يلا بقى خلاص ما بديهاش لازم نطلع. يلا يا ماما بتقولي باي تاني ليه يا ماما، احنا لسه بنكمل الفيديو مش فاهمه. بصوا بصيتني بصه جميله ازاي وقمر ازاي. طبعا بجد لو اقول لكم ان انا بعشق عشق وحياه ربنا ما حدش هيصدق بجد. وكميه التحافه اللي انا كنت فيها بجد والله، بفرح قوي لما انا بنزل معاها وكده، بحس ان هو يعني غير ما بتنزل مع صحابك وكده. طبعا هنا طلعنا وخلاص نزلنا من الاسانسير بعد ما وصلنا ماشي. بصوا بقى بصوا انا قلت لا اعملها لكم فجاه والله، كميه الجمدان وانا طالعه كده على السلم وعايزه اشوف المنظر. اصل انت لما بتنزل من الاسانسير لازم تطلع دورين كده. بصوا بصوا بضحك ازاي، كنت مبسوطه قوي شايفه هوا بقى وحاجات حلوه بجد. بصوا بصوا تلاقيني اتصدمت، بصوا جمال جمال، كنت شايفه حاجات حلوه قوي. طبعا اول ما دخلت ده الاستقبال اللي هو الفرعون بجد كان تحفه قوي قوي قوي. وطبعا عملت الفرعون، بصوا ما بتقول عايزه اتصور معاك، بصوا هصورها. وهي وقفت جنبه، بصوا بصوا هتقف جنبه دلوقتي ناس تعدي، بصوا اهي اتصورت صوره طبعا ماشي. بصوا بقى بصوا بقى الحلاوه، بصوا الجمال، بصوا الدنيا كلها من فوق قمر ازاي. بصوا حلوه قوي. والمكان ده بجد بيوريكي مثلا القلعه والمتاحف والبرج والنوادي، نادي الاهلي ونوادي الجزيره ونوادي كتير قوي قوي قوي. وبتشوف كميه اماكن من فوق، وبتشوفوا الناس قد النمله كده بجد والله، واماكن حلوه قوي قوي. كنت عايزه اقول لكم ان ماما تقول لي التليفون هيطير التليفون هيطير ومش عارفه. ماما قالت لي بصي ايه الناس دي كلها كابلز يا بنتي، مفيش غيرك انت اللي سنجل يا حبيبتي يا نورين. قلت لها عادي بقى يا ماما بقى، مش دلوقتي بقى، ما تفكرنيش بقى يا ماما انا خدت خازوق مغافي. وطبعا وطبعا على كميه الضحك والهزار اللي احنا كنا عاملين نهزر. بصوا بصوا
يعني بجد والله يا جماعه فعلا انا كميه الناس الاجانب اللي كانت موجوده، ماما هنا بقى طبعا ايه، مصر والله العظيم يا جماعه جميله جدا. بصوا بتقول له انا هنط عادي، بصوا ماما يا جماعه كانت هتنتحر خلاص بقى، اما تقول لي هنط هنط يا ماما يا ماما استني يا ماما مش كده، بطلي بقى عشان الناس هنا في كاميرات اقولوا بنتها اللي زقتها يا ماما اقعدي. لا 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 اليوم كان جامد قوي بجد، قاعدين نهزر ونضحك. وطبعا هنا الفرعون راح قال لي هعمل لك برديه عليها اسمك ومعنى حروفك بالفرعوني وحرف حرف وتميزي بايه والكلام ده. وطبعا قلت له ما بديهاش انا هعمل، يلا اكتب لي اسمي اسم عبير، كنت بمليه هنا طبعا الحروف A B E E R طبعا مليتها له، وخد الاسم. بعد كده قال لي ايه، قال لي انا هروح وجاي تاني هروح اعمل لك اطبعها لك وهاجي. طبعا خدها طبعها وراح، هو لسه ما راحش هو واقف بيرغي شويه، بصي كده راح وكده جاي لي. قلت له ماشي مستنياك. طبعا قلت هنا في الفيديو الناس كلها تعمل سبسكرايب سبسكرايب وتفعيل زر الجرس، متنسوش الاشتراك في القناه. بصوا هتلاقوني برفع كده بقول الهوا، بص شعري اصلا بيطير، بصوا بجد يعني كميه انبساط انا كنت فيه رهيب. بصوا الهوا الهوا كان تحفه قوي، اللي هو بمسك الشنطه خايفه ان هي تطير. بصوا شعري المكان بجد كان حلو قوي. وطبعا هنا عمل لي البرديه وبيشرح لي معنى حرف 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 فرعوني، إيه معنى اسمي ومعنى كل حاجه. وطبعا انا بحب استفسر بقول له يعني ايه الرشتين دول، قال لي يعني انت بتحبيش غير العدل والمساواه، بتحبي تعدلي جدا وتكوني سويه بين كل حاجه. قلت له تمام مش عارف ايه، وشرح لي اسمي يا جماعه بجد والله كنت فرحانه جدا. بصوا تلاقيني دقيقه كده، بص بيقول لي العدل ومش عارف ايه، بيشرح لي فاهمين. بس بقى بس بجد يعني كميه حاجه فرحه انا كنت فيها. انا اصلا كنت قاعده هنا في المطعم لان انا كنت اكل لقيت الاسعار نار، قلت لا 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 انا مش جعانه انا ماليش نفسي، رحت طلعت تاني. بس بجد حلو قوي طبعا لفها لي، بس شكلها كانت حلوه قوي قوي قوي، تحسي ان ايه ان حد بيديكي جيفت كده فاهمين. بس بجد حلو قوي قوي. والناس اللي عايزه تسال تعرف سعرها بكام، هي عامله 30 جنيه تمام، ويعني اللي هو رخيصه جدا بس بالنسبه لي انا، بس بجد عجبتني قوي 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 كنت فرحانه جدا. بصوا بقى ماما هنا مش عارفه ايه اللي حصل، عماله ندي عليها ندي عليها مش عايزه ترد عليا، يا ماما يا ماما يا ماما مش عايزه ترد عليا خالص. طب انا عملت حاجه مش عايزه تبص خالص، بصوا وتلاقيني بنادي يا ماما يا ماما يا ماما مش عايزه ترد. طب انا عامل فيها ايه؟ طب دلوقتي طب بصي لعيب انا بنتك بكلم، بصي انا مش عايزه ارد سامعين شايفين التنكه، مش عايزه ارد مش عايزه اعمل، بصوا بجيب لك كاميرا يا ماما يا ماما مش عايزه ارد. بص رفيت الناحيه تقلب فين انا، ده انا بارده. بصوا ايه ده بتعيطي يا كوكو؟ بص انا كانت بتعيطي كمان عشان انا زعلتها، ماما منعليه جدا حساسه بطريقه غبيه بجد. فعماله خسي كوك خسي كوك يا دلع كوك يا جماعه. بصوا بقى فقعدت اهزر معاها بقى وانكشها وما اعرفش ايه بقى، وقعدت انكشها بقى لحد ما ضحكت. بصوا 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 بتعملي القلب، بصوا بتعملي غلط. لا يا جماعه لازم اعلمه لها وعلم، اقول لها افرد ايدي ما تعصبنيش تقول لي مش عارف ايه وعمال زعل. طبعا بصوا بقى بصوا بقى الجمال. طبعا هنا كنا مستنيين الميكروسكوب عشان احنا دافعين حقه، دافعين حقه عشان نشوف مصر وجمال مصر من فوق. فطبعا ايه قلت بقى اوريكم جمال مصر ومصر من فوق. بصوا 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 ما انا ما انا متبريه بالتليفون عادي، مش مهم يقع حتى مش مهم. ايه يعني 14 يعني ايه 5 ايه يعني 13. بس فبجد الفيو حلو قوي عجبني من كتر ما هو حلو، انا عماله اصور اصور اصور، ما كنت سايبه الموبايل خالص، ماما قالت لي انا زهقت منك من كتر التصوير. بصوا بقى المفروض هما هيشوفوا في الميكروسكوب الميكروسكوب. قعدت اقول لماما بص يا ماما الاماكن الحلوه الاموره دي، وهي طبعا بتبص على الميكروسكوب. وطبعا قلت لها ايه الحلاوه دي وكده، قلت لها بصوا بقى قلت لها ايه الاوت فيت الجامد ده يا ماما، الشيك والحلاوه دي يا كوكا. بصوا طبعا كانت فرحانه جدا جدا لان ايه طبعا خدت بقى على اجواء التصوير ان انا اصورها على طول والكلام دوت. بصوا القمر طبعا هنا، بصوا بقى المفاجاه هي الصيارة عم تقول انا مش لا اوت فيت بتاعك تحفه الاوت فيت. فهو طبعا بيسندوا لها وعايز يوطوا لها شويه. طبعا ماما ايه شايفه الدنيا كلها، المفروض الميكروسكوب ده يا جماعه بيبقى دقيقه ونص والكارت بيبقى 10 جنيه، فهي تقريبا شايف ان هي وقفت دقيقه كامله ولا دقيقه ونص كمان. وانا اول ما جيت بص هقول لكم خلينا ماشيين خطوه بخطوه، انا بنزله لها عشان تقصر شويه عشان تطول شويه وهي قصيره. ماما عامله فيها خبير التجميل بقى وعمليات ايه ماما ايه ماما ايه ميكروسكوب ايه. اول ما قلت ماما دكتوره دي الدنيا عادي بصي اللي فيه كده
تعالي كده. بصوا كانها بتبص عليا انا، هي بصوا يعني هي المفروض العدسات دي تكون بره، مش عارفه هي جايبها من جوه ازاي. ايوه كده. رحت انا بقى طبعا هو عايز يشوف حاجه انا قاعده اتكلم فبيقول لي ازاي من جوه المفروض تجيبها من بره، هي غلط حركه عشان قصيره وصغننه خلاص تديها ونص الحاجات، مش عارفه هي بتعمل ايه بصراحه. تمام بس بجد هي اقنعاني ان يا ايه ده بتبصي على الدوشه ب 20 جنيه؟ اشمعنى انا؟ ابص احط عيني مش شايفه حاجه. قلت له مش شايفه. راح هو جاي بيبص كده ليه ده انا اجيب كيلو بطاطس وشرب وبتاع. انت خلصته؟ قلت له ازاي يعني انا ما لقيتش اتفرج. قلت ما اطلع بص ده بيبقى في مشكله في الميكروسكوب. اكتشفت بقى وقعدت اعيط وزعلت. قلت له خلصتيهم كلهم لوحدك وانا مالي بقى وما اعرفش ولعت الكمامه واتنفست. ايوه انا ما كنتش شايفه حاجه برضه. نزلنا تحت كنا هنجيب اكل، رحت انا اشتريت وشبت في اللعبه دي. انا اللي شبت فيها والله يا جماعه. تتخيلوا مين اللي بتلعب بيها؟ ماما. ماما هي اللي عماله تلعب باللعبه ولا كانها بصوا مشتريها لها هي. المفروض انا اللي يبقى مين اللي يلعب بيها؟ المفروض انا. بصوا لو بتلعب ولا كانها ايه تنس وكده. طبعا هنا خلصت ونزلت وبجد جامد جدا جدا جدا. وهيبقى فلوجات كتير قوي جايه الايام الجايه، بس الفلوج ده حلو قوي قوي قوي. برج القاهره بجد كاننا هنا. طبعا كنت راكبه الاوبر وخلاص بودع بقول لبرج القاهره باي باي. والناس اللي واقفه دي هنعمل كده يرجوكوا يا جماعه. بس طبعا هنا بصوا الطريق والاوبر خلاص كان ماشي. بصوا يا جماعه كنت عماله اقول له باي والله. بصوا قاعده اصوره من فوق وانا كنت فوق هناك. بصوا خلاص مشي باي باي اكيد هنتعود تاني. احنا عندنا الشعر لما بيقول لك طيور بتروح عايزه المرء في الناس الانسان البخيل غيره ظاهر غير مكشوف ليس له الثوب من الستر.